الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها المسلمون، نهنئكم بحلول العشر الأواخر من رمضان. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها عشراً مباركة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يمن علينا بقيام ليلة القدر وإدراكها، وأن يجعلنا ممن يقومها إيماناً واحتساباً، إنه جواد كريم. أيها الإخوة المسلمون، لا يخفى شرف هذه العشر الأواخر من رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها من العبادات بما لا يخص به غيرها، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره. فما أحرانا أيها الإخوة في الله أن نغتنم أيام وليالي هذه العشر المباركة، وفيها ليلة عظيمة هي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، فما أحرانا أن نجتهد في اغتنام هذه الليالي المباركة بحسن الصيام والمواظبة على القيام وتلاوة القرآن وأعمال البر والصدقات والدعاء، أن نحرص في هذه الأيام العشر على الدعاء. قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن قمت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا دعاء عظيم ينبغي علينا أن نحرص على المواظبة عليه، وأن ندعو لأنفسنا ولأمتنا ولولاة أمرنا ولأوطاننا، وأن يكشف الله الفتن والبلاء والوباء عن هذه البلاد المباركة وعن سائر بلاد المسلمين والعالمين أجمعين. إننا باسم المسلمين جميعا نرفع التهنئة صادقة والدعاء وافرا لولاة أمرنا حفظهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، جزاهم الله خيرا على ما يقدمون للإسلام والمسلمين. أيها الإخوة في الله، ينبغي علينا أن نحرص على ضبط أوقاتنا في هذه الأيام المباركة، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع، وإن من الغبن والحرمان أن يضيع بعض الناس أوقاتهم بما لا يفيدهم، والانشغال بمثل الهواتف المحمولة ومتابعة مواقع التواصل في مثل هذه الأيام. فما أحرانا أن نقبل على القرآن وعلى الذكر والاستغفار والتوبة والدعاء لله عز وجل. سهام الليل لا تخطئ، ولكن لها أجل وللأجل انقضاء، وأبلغ من ذلك وأعز قول المولى جل وعز: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن الدعاء سلاح عظيم ينبغي أن نغتنمه، لا سيما في دفع هذه الكروب والخطوب والبلاء والأمراض والأوبئة والأوجاع عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين أجمعين. كذلك أيها الإخوة، لا يخفى عليكم أننا تحل بنا العشر الأواخر
ولا زال الناس يعيشون كالكلا هذا الوباء الخطير، فما أحرانا أن نتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ونحن في هذا الحرم الآمن علينا أن نجتهد بالدعاء. ومعنا أناس كانوا يحضرون في مثل هذه الأيام ويعتكفون، يبشروا أنهم على خير وأجر، وأن أجرهم ماض وسار عليهم بفضل الله ومنه وكرمه. إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تؤكد على أهمية الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمرتادي الحرمين الشريفين، حفاظاً على صحتهم وعلى أنفسهم، وأن لا يتساهل الناس في التسرع بعدم التقيد بهذه الإجراءات، لأن فيها مصلحة عظيمة وحفاظاً على صحتهم وأنفسهم. وتشكر الدولة رعاها الله على حرصها على التوجيه الدائم بمثل هذه الإجراءات الاحترازية، وواجبنا السمع والطاعة لولاة أمرنا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والشكر موصول لرجال الأمن الذين يبذلون جهودا مباركة، ورجال الصحة الذين يحرصون على صحة الناس والحفاظ على أنفسهم. وإننا لنشكر المسلمين جميعا على تجاوبهم وتفاعلهم وتعاونهم مع الجهات المسؤولة، ولنعش حياة الاستبشار والأمل والتفاؤل من حرص المسلمين على التوجه إلى الله والدعاء في مثل هذه الأيام والليالي المباركة، ولنحذر الشائعات والافتراءات والأكاذيب، ولنرجع إلى الأخبار الموثوقة والمصادر المأمونة كالجهات العليا والجهات الأمنية والجهات الصحية. إنني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في مثل هذه الأيام المباركة والليالي الغر الميمونة، لعلنا نحظى بإدراك ليلة القدر وأن نحظى بالعتق من النار بمن الله وكرمه. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالقبول وإدراك ليلة القدر، وأن يجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا بمن الله وكرمه. هذا ونلفت نظر الجميع أن صلاة التهجد والقيام ستقام بإذن الله في حدود الساعة الواحدة إلا ربعا، الواحدة إلا ربعا. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكشف عنا وعن بلادنا هذا الوباء، وحمانا من كل سوء ومكروه، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.